السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة إن شاء الله وأحسن الأحوال. خوتي مرحبا بكم كاملين، ومرحبا بنا جداد اللي تحقوا بالله. إلا كنتو حتى نتوما خوتي أول مرة غتشاهدونا، ضغطوا الآن على زر الإشتراك وفعلوا الجرس باش حتى نتوما تنضموا لعائلة أبو ريان للإعلان أو التوظيف، وحتى نتوما تستافدوا وتوصلوا بجديد الإعلانات وجديد الفيديوهات. اذا انا خوتي العزاز، كيظهر امامكم موقع ديال لي لابوغاتوار سوتيما اللي طلبتو مني بزاف في التعليق. سوتيما اللي كتوظف حاليا العديد من التخصصات، مختلف المهن والتخصصات، والمقر ديالها راه كاين في بوسكوره وعندها فروع باقي المدن المغربيه. كاين فرع في مدينه الرباط، كاين فرع في مدينه القنيطره، كاين فرع في طنجه، مراكش، تطوان، كاين فرع في العرائش، وكاين فرع في مدينه بني ملال، وكاين فرع في مدينه الجديده. اذا خوتي غنشوفوا الفورميلار ولا الاستماره اللي غنعمروا باش نفوا طلب العمل للابوغاتوار سوتيما. هادشي كامل ان شاء الله تبعوا معنا الفيديو للاخر باش تفهموا الطريقه وتشوفوا كيفاش تعمروا الاستماره بشكل صحيح وتصيفطوا طلب ديالكم. اذا على بركه الله. اذا خوتي الاعزاء، هذه الاستماره ديال لابوغاتوار سوتيما، الاستماره اللي هي بسيطه جدا، غادي نعمروا الطلب ديالنا وصيفطوه مباشره للابواتوار. كنتمنى انكم توكلوا على الله وصيفطوا الطلب ديالكم، الله يجازيكم بخير، توكلوا على الله صيفطوا طلب، وان شاء الله الا كان تقبل البروفيل ديالكم راه غيتواصل معكم بطبيعه الحال، وتمشي ديروا واحد لونتروتيان وتوظفوا بشكل عادي. فلي سالير راه لي سالير موتيفي، لي سالير زوينين اللي كيداو لي لابواتوار، راه كيخدموا لي شوفور، كيخدموا لي كونطابل، كيخدموا الناس اللي كيخدموا في لي لابوغاتوار الداخل، الناس اللي كيخدموا في شي يقولوا لي الماركتينغ، يعني ايضا الشباب والشابات اللي عندهم لي ديبلوم ولا دوز لي فورماسيون ولا عندهم لي نيفو ديال ليتيود. المهم بصفه عامه ليتيود قريتو في الميديسين او قريتو في داكشي ديال لي لابوغاتوار، فيمكن لكم انكم تبوستيريو سوتيما. راه لي لابوغاتوار اللي يعني شركة كبيرة كبيرة بزاف بزاف، وان شاء الله يكون الخير. اذا على بركة الله غادي نعمروا الطلب ديالنا اخوان. غتكتبوا فقط الاسم الشخصي، الاسم العائلي، لادريس ايميل، نيميرو تيليفون، جواني والسي في ديالكم، لا ليتر دو موتيفاسيون، وصيفطوا الطلب. اذا غادي نبداو ونشوفوا الاستمارة الان، فانا ما عمرتهاش من قبل، غادي نعمرها امامكم الان. ديروا مثلا ديروا ابو ريان، لادريس ايميل، فوالا فرون برو ماروك. غادي نكتبو رقم الهاتف، اوك كتبت عطيتكم غير مثال. غادي نجوانيو السيفي، نكليكيو على شوازيغ ان فيشي، ونمشيو نقلبو على السيفي عندنا في التليفون. الوغ منمشيوش لاباري فوطو، منمشيوش كاميسكوب، منمشيوش اونجستخور فوكال، غنمشيو مباشرة لي فيشي. من بعد غنختارو السيفي فورما وورد ولا بي دي اف، دونك نديرو هاد السيفي فورما وورد. إذا كيما كتلاحظو هو السيفي عندنا، دونك تحط سيفي بوان دوكيمون، وغنمشيو نحطو لا ليتر دو موتيفاسيون، كليكيو على شوازيغ ان فيشي، نفس الطريقة فيشي. إذا فوالا أنا حطيت لا ليتر دو موتيفاسيون كيما كتلاحظو، دونك عطيتكم غير أمثلة. ومن بعد الاخوان غنتاكدوا المعلومات ديالنا كاملين واش كلشي صحيح، الاسم، الكنيه، لادريس ايميل، تليفون، سي في واش حط بشكل مزيان، لا ليتر دو موتيفاسيون، ومن بعد غنكليكيو على اونفوي. اذا غادي نشوف واش غيعطيونا شي واش كتبوا لينا ايغور لور دي لونفوا دي ميساج، في غيسي بلو تار او كونتاكتي ادمينستراتور دي نوتر مانيير. الو ما عرفش علاش الطلب ما مشاش، ما عطاوني حتى شي موتيف، دونك علاش ما مشاش الطلب. كليك على اونفوي من جديد، ما مشاش. اذا غنمشي نشوف طريقه اخرى. اذا مزيان عطانا هذا المشكل، هاد الاستماره اخوان راه ما عمرتهاش من قبل، جربتها قدامكم باش نشوفوا واش قدامه ولا لا. غادي نمشيو نشوفوا الكونتاكت ديال لابوغاتوار، نشوفوا الحل الاخر. اذا كما كتلاحظوا هنا عندنا لي كوردوني ديال الشركه ولا ديال لي لابوغاتوار، نيميرو تيليفون الاول، نيميرو تيليفون الثاني، نيميرو تيليفون الثالث. الوغ شنو غادي نديرو؟ لي سياج كيما قلت لكم ها هو، راه كاين بوسكوره، عندي لادريس ديالو،
كاين هو السكوره في الدخله ديال ولاد صالح، الدخله ديال ولاد صالح اللي بغا يمشي مباشره يبوسيلو، اولا اللي كيسكن بوسكوره يمشي مباشره يبوسيلو. بالنسبه اخوان دونك الاستماره ما خدامش، يمكن لكم تصيفطوا الطلب ديالكم مباشره في لادريس ايميل ديال لابوراتوار اللي هما اللي هي هذه sotema@sotema.com. اذا هذا هو الحل الوحيد، لان الاستماره راكم شتو ما خدامش، دونك كنعمروا جميع المعلومات ولكن الطلب ما كيمشيش. دونك ما عليكم الا تصيفطوا الطلب مباشره في لادريس ايميل، اولا يعني من الاحسن ما ننصحكمش انكم تواصلوا معهم عبر الهاتف، لان التليفون غادي يقول لكم جيو عندنا اولا سيروا الاداره بوستيليو، دونك التليفون ما غاديش يعطيكم وقت. من الاحسن انكم تبوستيليو صيفطوا الطلب ديالكم عبر لادريس ايميل، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى لكم الخير، الله يوفقكم ان شاء الله. بالنسبه الناس اللي ديجا يعني بوستيلاو لسوتيما، راه سبق وحطيت الاستماره راه كانت خدامه تقريبا راه شي 8 شهور باش كنت حطيت الاستماره كانت خدامه، والان راه ما عرفتش علاش وقع فيها مشكل، فكنتمنى انهم يصلحوا من بعد. فلذلك ما عليكم الا تصيفطوا الطلب ديالكم عبر لادريس ايميل، راه وريتكم غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما عرفوش كيفاش يصيفطوا الطلب ديالهم عبر لادريس ايميل ولا الجيميل. راه سهله الطريقه، فقط كتكتبوا لادريس ايميل ديال لي لابوراتوار وتكتبوا في لوبجي تحددوا الوظيفه اللي بغيتوا تخدموا، وفي الرساله يعني تكتبوا واحد لا ليتر دي موتيفاسيون اللي كنخلي لكم في صندوق الوصف، اللي واحد الرساله قصيره انا نوريها لكم الان. اذا خوتي بالنسبه للرساله راه اي فيديو غتدخلوا ليه من الفيديوهات ديال القناه غادي ندير بوز، ولا غتحيدوا الاشاره من العلامه ديال في، وهنا غيظهر لكم واحد لافليش اللي هو هذا، غنمشيو لصندوق الوصف غنكليكيو على هاد لافليش وغادي يطلع لينا صندوق الوصف في الاسفل، غادي نمشيو للبلس، هاد علامه ديال البلس، وغادي نهبطوا شويه لتحت الاخوان. هنا فين كنخلي لكم الروابط ديال الاستمارات اولا ديال المواقع، هذا الموقع ديالنا مرحبا بكم، غادي تلقاو فيه اعلانات جداد، وهنا غتلقاو النموذج ديال الرساله التحفيزيه اللي كنخلي لكم دائما اللي هي هذه، كتكتبوا فقط الرساله في لوبجي ديال فهمشي في لوبجي عفوا تحت من لوبجي، غتكتبوا هذه الرساله بونجور مدام مسيو في تروفي سي جوان ما كانديداتور بور لو بوست، المكان فين كاين النقاط كدير لو بوست اللي بغيتي تخدم مع لي لابوراتوار، وكتكمل عاوتاني جو سوي ديسپونيبل بوغ ان ايفونتيال اونتروتيان اون بريزونسيال او فيا مون نيفو دو تيليفون، وكتكتب رقم الهاتف المكان فين كاين النقاط. دون لاتونس دو فو لير جو وي بري داغري مي سانسيور سالوتاسيون تري كورديالمون، وهنا كتكتب لا سيناتور ديالك، كتكتب الكنيه والسميه ديالك في الاسفل، وكترسل الطلب ديالك. اذا خوتي هذه الطريقه، وكنتمنى لاخوتي يكون الفيديو ما طولش عليكم، وصحوا لي بزاف بزاف ولا كنطول، راه غير فقط باش نوضح لكم الامور كلشي يكون واضح. تبارك الله عليكم خوتي، راكم عزاز وغاليين، تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في اعلانات جداد وفيديوهات جداد، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.